بسكرة سجل انهزام غير متوقع خلال المباراة التي جمعته بالضيف اتحاد بالعباس الذي يعاني هو الآخر هذا الموسم في مباراة سيطر على مجريات شوطها الأول أبناء الزيبان الذين لم يحسنوا استغلال الفرص التي أتيحت لهم والتي كان وراءها اللاعب حراري صاحب هذه التسديدة ثم شيبان والحارس موسلي يتألق وينقذ مرماه. هذا الأخير كان له الفضل في إنقاذ فريقه من أهداف كادت أن تكون محققة. آخر محاولة كانت لأصحاب الأرض ومن كرة ثابتة وتسديدة حراري أخرجها الحارس موسلي بصعوبة كبيرة والشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0 لمثله. المرحلة الثانية رمى خلالها أبناء زيبان بكل ثقلهم في الهجوم وأول محاولة كانت عن طريق شيبان ثم يدروج وكرته كانت جانبية. اتحاد يرد في أول محاولة له في هذا الهجوم الذي انتهى بتسديدة الباداوي محمد فيصل وكانت بمثابة الإنذار لأصحاب الأرض. ثم اتحاد بسكرة يحاول مرة أخرى ويسعى بكل قواه لفتح مجال التهديف وكرة حمزة سالم تصطدم بالقائم. وبدأ جليا أن اتحاد بسكرة كان يفتقر للمسة الأخيرة التي سهلت كثيرا المهمة على دفاع اتحاد بالعباس. وعكس مجريات اللعب عمل هجومي فردي قام به اللاعب المتألق مترف مولود يتمكن من هز شباك الحارس بن شريف علي. وكان ذلك في الدقيقة 67 من عمر اللقاء. الهدف أسعد كثيرا عناصر اتحاد بالعباس والمدرب الهاشمي بن خدة وهدف لصفر مع بداية الشوط الثاني لصالح فريق اتحاد بالعباس. اتحاد بسكرة حاول تدارك النتيجة أو التعديل على الأقل لكن كل محاولة كانت تفتقر للدقة والفعالية. ليعلن بعدها الحكم بكوسة نهاية المباراة وسط فرحة كبيرة لعناصر بالعباس الذين جاءوا من أجل تخفيف الأضرار أو العودة بنتيجة التعادل ليرجعوا إلى الديار بنقاط المباراة كاملة أمام اتحاد بسكرة الذي عليه ترتيب البيت قبل فوات الأوان.